6/12/2013 الرستان. أثر الدمار في مدينة الرستان جراء القصف المتواصل والعنيف من كتيبة الهندسة المقابلة لهذه المدينة من الجهة الشمالية. مع المعاناة اليومية للأهالي في فصل الشتاء الذي لا تتوقف. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو رأيك أخي؟ ها هي المعاناة اليومية للأهالي في فصل الشتاء، وهذا الطريق الدولي المقطوع منذ أكثر من عام ونيف جراء احتلال عصابات أسد لهذا الطريق. 6/12/2013 الرستان.